اهلين يوتيوبرز، كيف حالكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كويسين، واهلا وسهلا بكم في الحلقه الخامسه من رمضانيات مع دكتوره ليليان. اليوم حتكلم على موضوع مهم اعتقد للعديد مننا وانكلودينج يعني مي. مين مننا قبل رمضان ما يحاول انه ياخذ عهد لنفسه ويقول انه هو يوم يجي رمضان ان شاء الله ما حيزيد وزني، وحاول انه استفيد من فترة الصيام بانه اكل اكل صحي وانزل وزني للوزن الصحي اللي لجسدنا ونفشل. لكن في هذا رمضان حتشارك معاكم ايش الاشياء اللي انا صرت اسويها في رمضان ده اللي احاول بيها انه عشان احافظ على الوزن ما يزيد، ونفس الوقت هي دي نفس النصائح اللي انا بعطيها لمريضاتي اللي بيجوني لنحت الجسم من غير جراحة في رمضان. لأن دائما انصح مريضاتي انه ما ينفع يسوي الاجهزة من غير ما يكونوا على نظام غذائي صحي ونشاط جسدي منتظم، لانه ما ينفع ان هم يزودوا وزنهم واحنا بنحاول ننقص من الدهون في جسمهم، لانه هذا بيكون يعني عكس اللي احنا بنحاول نسويه. فبالحلقه دي هتكلم على ايش الاشياء اللي انا بحاول اتبعها في النظام الغذائي بتاعتي خلال فتره رمضان، ايش النشاط الجسدي اللي انا بسويه واللي بنصح فيه برضو مريضاتي اللي بيجوني في العياده عشان نحط الجسم، وايش العلاجات اللي متوفره في العياده اللي بعملها لمريضاتي اللي يبغوا ان يعملوا تذويب للدهون بدون جراحه وبيكونوا في احلى حلتهم لفستان العيد. هبدا بالنظام الغذائي. طبعا قبل ما بدات رمضان جلست مع نفسي كده واخذت ورقه وقلم وكتبت ايش الاشياء اللي انا هحاول اني اسويها في النظام الغذائي بتاعي اللي حيساعدني انه احافظ على وزني وفي نفس الوقت انه يساعدني انه انقص وزني ان شاء الله بطريقه صحيه. انا ما بسوي كراش دايت، انا ما بتكلم عن كراش دايت، انا عمري ما انصح بالكراش دايت، انا دائما انصح بنظام غذائي صحي. ودائما لما تبدأ نظام الغذاء الصحي تحاول انه تعمل ادابتيشن لشيء يكون ممكن تستمر عليه بعد كده. فالنظام الغذائي الصحي مهم لنا في حياتنا اليوميه، مو بس لما تيجي تسوي اللي هو تذويب الدهون من غير جراحه، وكمان النشاط الرياضي اليومي المنتظم برضه مهم بالنسبه لنا، لانه هذا بيخلي الميتابوليزم في جسمنا يكون متحرك وما يكون راكد. فمن الاشياء اللي انا قلت ان انا حسويها طبعا في الافطار، انا هتكلم على الفطور وحتكلم على السحور ايش الاشياء اللي انا بحاول اتبعها على اساس انه احافظ على وزني. اول شيء طبعا في الفطور شيء يعني احنا لما نجي ما نفطر نكون عطشانين وجيعانين، فكل شيء نحاول ناخده قدامنا. فافضل شيء تسووه طبعا اللي هي كاسه المويه، تشربوا كاسه كامله من المويه اول ما تفتحوا ريقكم على اساس انه هذه بتركض العطش وفي نفس الوقت ما بيخلينا نشرب العصيرات اللي هي تكون مليئه بالسكريات اكثر. الشيء الثاني اللي هو طبعا الشاهي الاخضر او الشاهي الاحمر، انا افضل طبعا الشاهي الاخضر لانه مليء بالانتي اوكسيدنتس وكمان مفيد بالنسبه للبشره، وبرضه يساعد انه يروي العطش من غير ما تكون فيه نوع من انواع الكالوريز. فممكن اذا ما تبي تشربوه حار ممكن يتسوى كنوع من انواع الايس تي. طبعا ممكن تضيفوا له نعناع، تضيفوا له ليمون اللي هي حلقات الليمون، وحيكون في حلقات حوريكم في ايش المشروبات اللي هي تكون مفيده بالنسبه لبشرتنا وكمان تساعدنا انه نحافظ على وزننا خلال رمضان. فدائما احب ان انا اسوي الشاهي الاخضر على شكل ايس تي، فاشرب المويه وبعدها اشرب الايس تي، فبيساعدني يروي العطش وما يخليني اشرب اللي هي العصيرات اللي مليئه بالسكريات. اذا بختار اللي هو عصير افضل طبعا العصيرات الطازجه من الاشياء اللي هي تكون كويسه بالنسبه للبشره اللي هو عصير البرتقال لانه مليء بالفيتامين سي. هذه الايام كمان في اللي هو الحبحب والشمام وهي مليئه بالالياف ومليئه بالماء، فبرضو الكالوريز فيها تكون اقل من غيرها من العصيرات، فممكن كمان الواحد يسوي عصير حبحب او عصير الشمام. فدائما حاولوا تختاروا العصيرات اللي هي الفواكه تكون طازجة من غير اي اضافات للسكريات على اساس انها تساعدكم بانكم تحافظوا على وزنكم وفي نفس الوقت تكون مفيدة بالنسبة لكم وما تكون هاي ان كالوريز. وتحاولوا تتفادوا اللي هي عصير الموز، عصير اللي هو المانجوز، اي شيء اللي هي بتحتاجوا انكم انتم تضيفوا فيها السكر تحاولوا انكم تتفادوها. نيجي للاكلات، افضل طبعا اللي هي السلطات بكل انواعها، بس انه كل ما تيجي تختاروا الدريسنج اللي فيها لازم تخففوا كمية
اللي هو الدهون اللي هي فيها. ودائما افضل انكم تختاروا اللي هو زيت الزيتون النقي، او ما تكتروا من زيت الزيتون في السلطات، وتحاولوا انه هي تكون طعامته في البهارات اللي انتوا تحطوها فيها، منها دبس الرمان، منها السماق. طبعا كويس من العادات اللي عندنا احنا في رمضان انه كثير ناس تسوي كثير فتوش وتصير من التبولة، وهذه مليئة بالاشياء المفيدة بالنسبة لبشرتكم، فكثير انا افضلها، وغيرها من السلطات الاخرى باستخدام الجرجير. برضو هسوي لكم حلقة كاملة على ايش السلطات اللي تكون مفيدة بالنسبة لبشرتكم، وبعض انواع الدريسنج اللي تكون لو فات وتكون ما فيها اضافات كثيرة. طبعا دائما حاولوا تبعدوا عن اللي هي الدريسنجز اللي تكون كريمي، يعني اللي زيها المايونيز اللي فيها الدهون اللي تكون مرة كثيرة، لانه بكده انتو ما بتستفيدوا من السلطات وفي نفس الوقت يزود الوزن. هذه من ناحية اختيار السلطات. ناو شيء الثاني اللي هو مرة مفيد ومن كويس من عاداتنا برضو، انه في شربة دايما في الافطار، فدائما احاولوا انكم تختاروا الشربات اللي تكون فيها خضار كتير وما تكون فيها نشويات كتير، وتقللوا اي نوع من انواع، يعني ما تضيفوا له اي نوع من انواع الزيوت، لانه هذه فرصه انها تكون مفيده بالنسبه لجسمكم من غير اضافه كالوريز. عاده مع المويه والزي اللي هي الاي سي والعصيرات اللي هي تكون الفواكه والسلطه والشوربه، هتلاقوا انه بكده تحسوا بشبع اكثر، فيخفف من كميه الاكل الثاني اللي انتم تاكلوه اللي ممكن يزود من وزنكم. طبعا دائما افضل برضو في رمضان انه هي مثلا كل انواع السمبوسات اللي هي تتاكل تكون ما فيها اضافات دهنيه وتحطها في الفرن، افضل من انها هي تنقلي. طبعا في رمضان لازم تبعدوا البعد تام عن اي نوع من انواع المقليات، هنا اللي هتكون فيها الدهون اللي هي ما تكون مفيده بالنسبه لجسمكم وصحتكم، وتكون ضاره بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت تكون فيها كالوريز مره عاليه، وهي اللي تسبب التخمه والسمنه. نجي للحلا. طبعا الحلا هنا اكثر ناس تضعف قدامه، وانا منهم، ما يحتاج ان اقول لكم انكم مفروض تبعدوا عن اي شيء يكون فيه البشيرة. احسن حاجة بالنسبة لي الحلا انكم تاكلوا الفواكه الطازجة، بالذات الفواكه اللي تكون مليئة بالانتي اوكسيدنتس، هتكون حلا كويس بالنسبة لكم، وفي نفس الوقت يكون مفيد لبشرتكم. ثم بقول دائما انه هو مرة صعب، وحتى اذا كنت تحاول انك تاكل كميات مرة صغيرة، يعني مجرد دواقة، لكن الوقت الثاني انكم تاكلوا الفواكه. طبعا الفواكه نفسها فيها سكريات، فلازم تنتبهوا ان ما تكتروا منها، لكنها برضو هي افضل من انكم تاكلوا الحلا المليء بالدهون والمليء بالسكريات والشيرة وغيره، لانه هنا يصير الديزاسترز وقت لما الواحد ياكل الاكل ده. يعني حاولوا دائما انكم يو ريتش فور ذا فروتس وتبعدوا عن السكريات. اول شيء كل الفروتس يصير وقتها، حتى لو انت تبغي، يعني حتى لو تبغى تيجي تاخذوا اللي هو الحلا اللي يكون فيه الشيره والاشياء دي كلها، هتاكلوا كميه بسيطه جدا لانه تكونوا اوريدي شبعتوا. طبعا الافضل انه اصلا كمان تاجلوا موضوع انكم انتم تحلوا مثلا بفواكه او غيره لساعتين بعد الاكل، لانه بيعطي فرصه كمان انه بعض الناس بيجوع بعد ساعتين بعد الافطار لانه شربوا سوائل مره كثيره، ما اخذوا نوع من انواع الغذاء فبيجوعوا، فوقتها ممكن تاخذوا الفواكه تكون مناسب كسناك بين اللي هي وجبه الفطور والسحور. نجي في السحور، زي ما قلت طبعا حاولوا تبعدوا عن النشويات اللي هي تكون زايدة عن اللزوم والدهون والسكريات. الافضل طبعا اللي هي الادامات اللي تكون مليئة بالخضار وما يكون فيها استخدام الزيوت مرة عالية. الزبادي اللي هي تكون لوفات مرة كويسة بالنسبة للمحافظة على الرشاقة، وفي نفس الوقت اللي هي مثلا اذا بتاكلوا كمية رز ما يزيد عن كوباية، على اساس انه بكده تقدروا تتحكموا في كمية النشويات اللي انتوا بتاكلوها، وطبعا السلطة تكون جدا مفيدة في هذا الوقت. فاذا تختاروا مثلا السحور اختاروا اللي هي الادامات الخضار، الزبادي، السلطات، والتقليل من النشويات سواء كانت مكرونة او رز، انه ما تزيد حدها عن 1 كوب. هذا بالنسبة للنظام الغذائي. انا بتكلم عن النظام الغذائي اللي يحافظ على وزنكم ما يزيد، عشان ما تزيدوا في رمضان
اما من ناحيه الناس اللي هم مثلا يبغى يقللوا من وزنهم فحتلاقوا انه طبعا الكميات لازم تكون محدده، والافضل وقتها انكم تشوفوا دايتيشن لانه حتقدر تساعدكم اكثر في انكم تقدروا تستفيدوا من فتره الصيام في تقليص الوزن. لكن دائما انصح انه ما تسووا كراش دايتينج، لانه كراش دايتينج حيخرب على شعركم، حيخرب على بشرتكم، وغير كده انكم ما بتقدروا تستمروا عليه بعد ما تخلصوه. وبالعكس كثير من الناس ينتكسوا وبعده يزيدوا اضعاف ما كانوا نقصوا. لما يجي مرضاي برضو بيتكلموا على مثلا ايش ابسط نشاط جسدي يقدروا يسووه في رمضان، اقول لهم احسن حاجه المشي. تمشي من نص ساعه لساعه في اليوم، وتختاروا اي وقت تبغوه. طبعا لا تنسوا تكثروا من شرب الماء بين الفطور والسحور، لانه هذا جدا مهم للمحافظة على الوزن، وفي نفس الوقت جدا مهم بالنسبة لنضارة البشرة. من 8 ل 10 كاسات. دائما خلوا قارورة المويه جنبكم عشان تفضلوا دائما مفكرين نفسكم انكم تشربوا مويه، وكمان يساعد على الاحساس بالشبع، يعني ما بتحسوا انكم جعانين طول الوقت. والشاي الاخضر اذا كان ما عندكم اي تعارض انكم انتم تقدروا تشربوه، فانا جدا افضل الشاي الاخضر لانه فيه كثير من الانتي اوكسيدنت، وهو مفيد بالنسبه للبشره وفي نفس الوقت مفيد بالنسبه للجسم. بس طبعا اي شيء كترته ما هو مفيد. طيب بكده وصلت للشيء اللي هو تخصصي انا، واللي هو نحت الجسم من غير جراحه، وايش الاشياء اللي ممكن اقدمها في العياده. طبعا النصائح اللي قلت لكم هي نفس النصائح اللي انا اقولها لمريضاتي لما يجوا يبغوا يعملوا نحت الجسم من غير جراحه في فتره رمضان، لانه زي ما قلت في اول الحلقه لازم هم يحافظوا على وزنهم ما يكون بيزيد خلال فترة رمضان. وإذا كان من النوع اللي ما بيحافظوا على نظام غذائي كويس أو نشاط جسدي منتظم في رمضان، حتى ما برضى أنه أسوي لهم أي نوع من العلاجات اللي هي بتاعت نحت الجسم. طيب لما نيجي للعلاجات اللي هي لنحت الجسم من غير جراحة، أنا كنت تكلمت عنها قبل كده وححط لكم في نهاية الحلقة اللي هي اللينك بتاعت الديمو واللينك عن الحلقة الكاملة اللي تكلمت عنها لنحت ايش هي الاشياء المتوفرة في 2017 بالنسبة لنحت الجسم من غير جراحة، بس انا هتكلم لكم عنها بسرعة الان. الاشياء اللي اقدمها دائما لمرضايا اللي هي عادة ثلاث اشياء. واحد اللي هو المساجات الخاصة بتدويب الدهون والرابطة الخاصة بتدويب الدهون. أكثر مادة تكون مفيدة في هذه المساجات اللي هي استخدام مادة الكافيين إذا ما في أي تعارض مع مريضة إن هي ممكن تستخدمها، لأنها بتساعد على التخلص من السوائل الزائدة اللي تكون محبوسة في الجسم في المناطق اللي تكون المريضة تبغى إنه يصير فيها تدويب للدهون. العلاج الثاني اللي بنقدمه في العيادة اللي هي علاجات الميزوثيرابي، وهذه حقا في الدهون مواد تساعد على تدويب الدهون، منها دوكسيكوليك اسيد وغيرهم من المواد اللي بتساعد على تنشيط المنطقه وتدويب الدهون، وفي نفس الوقت انكريسينج الميتابوليزم في المنطقه ديكا، او تكون مثلا طالعه في البلجز حتى بحاول احقنها في البلجز او في المناطق اللي نبغاها فيها المريضه ان هي تذوب الدهون عشان تساعد من الميتابوليزم في المنطقه. العلاج الثالث اللي هو استخدام الاجهزه، وطبعا في اجهزه مره كثيره موجوده في الماركت، وانا كنت اتكلمت عنها في الحلقه بتاعت نحت الجسم من غير جراحه، وحيكون اللينك موجود هنا او موجود في اخر الحلقه. لكن حتكلم عن الجهاز اللي هو اجد واحد في الماركت، وهو سكالب شور، بيتكلموا عنه العديد من العيادات سواء كانت في الخليج او في هوليوود، لانه هو احدث جهاز. ايش فكره السكالب شور؟ السكالب شور يشتغل عن طريق الليزر، الليزر ده بيعمل تارجت للدهون، بيعمل لها ديستركشن، يعني بيكسر خلايا الدهون دي وبيتخلص منها الجسم عن طريق جهاز الاستخراج المختلف اللي موجود في الجسم، وتدوب الدهون في المنطقة ديكا. عادة يكون permanent، يعني ما بيرجع الدهون مرة تانية، وممكن نسوي في نفس المنطقة جلستين، لكن لازم تكون في تفاوت في الفترات بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية، وعادة بعد الجلسة الثانية ما بنرضى نسوي في نفس المنطقة لأنه already صار في destruction للخلايا، يعني تدمير للخلايا الدهنية، فما بينفع إنه كمان نعملهم هي مرة ثالثة. طريقة الجهاز وحتشوفوها في الدمو اللي هي في حزام، والحزام ده بنحطه على المنطقة اللي نحن نبغى ندوب فيها الدهون، وبعدين في كليكات بتحط على المريضة عادة في الجلسة الواحدة ممكن نستخدم
بتستخدم 4 كليكات وبتحس المريضة بفترة برودة وفترة حرارة. فترة الحرارة هي دي الفترة لما الليزر بيطلع من الجهاز وبيقش فيها الجسم وبيعمل تارجت للخلايا الدهنية وبعدين تحس بالبرودة. عادة الجلسة بتستغرق 25 دقيقة للمنطقة، ممكن يسوي 3 مناطق في اليوم الواحد. بعد استخدام الجهاز المريضة مفروض تعمل مساج في المنطقة لمدة 10 دقائق مرتين في اليوم يوميا. بيحسوا نوع من أنواع الألم أو التعضل في المنطقة المعالجة من 10 أيام لأسبوعين. النتائج تبان بعد 6 أسابيع. عشان كده أنا دائما أفضل المريضات اللي يبغوا يعملوا جهاز سكالبتشر يجون في بداية رمضان عشان يمديهم تشوفوا النتائج على فترة العيد والإجازة الصيفية. طبعا في بعض الكريمات اللي أنا بعطيها عادة للمرضى إنهم يقدروا يستخدموها في البيت بعد العلاجات اللي هي بالميزوثيرابي أو بالسكالبتشر، اللي هي بتساعد على الفيرمينج وبتساعد على إذا كان في منطقة السليولايت يساعدهم إنهم يخفف من السليولايت في المناطق. دائما افضل اقول لمرضاي لما يستخدموا الكريمات دي انه يعملوا مساج في المناطق اللي هم بتكون مضايقتهم ويغطوها بالسيليفان عشان يزيد من امتصاص المواد للمنطقة. اتليست يعني يحطوا السيليفان من ساعة لساعتين. طيب يوتيوبرز، بكده ان شاء الله تكون الحلقة خفيفة وسريعة بالنسبة لكم، تكونوا استفدتوا من النصائح اللي قدمتها لكم هي، وهذه النصائح انا بحاول اتبعها بنفسي وهي نفس النصائح اللي انا بخبرها لمريضاتي خلال شهر رمضان المبارك الحمد لله. ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير مع متابعينكم، ودائما بقول لكم انه حطوا لي الكومنتس بتاعتكم في الكومنت بوكس بلو على اساس تقولوا لي انتوا ايش تبغوا تشوفوا في القناة دي وايش الاشياء اللي انتوا محتاجين ان انا اتكلم عنها عشان تستفيدوا من المعلومات اللي اقدمها لكم في القناة. وويكند سعيد للجميع، وباي يوتيوبرز.